يمشي الناس في الحياة لأسباب لا تعد. بعضهم يمشي للرياضة، بعضهم يرى في المشي راحة نفسية، يمشي آخرون لدعم قضية. أما أيانغ فيمشي من السادسة صباحاً حتى الخامسة مساءً، 3 أيام أسبوعياً، طلباً لرزق يسوقه الله له. يقطع مسافات، ينعطف في الطرقات، يتجاوز عقبات. فسبحان من أعطاه القدرة على الاستدلال بلا بصر، وسخر له الأرض ليعطيه ما كتبه له.